من جانبه عرب سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب في اتصال هاتفي سابق عن تأييده لتوجيه جلالة الملك المفدى بشأن إعادة بحث مشروع قانوني التقاعد، مشيرا إلى أن هذا الأمر السامي أفرح المواطنين لما فيه من أهمية للحفاظ على مكتسباتهم. هذا حقيقة ليس بالغريب على جلالة الملك، تعودنا من خلال عملنا في مجلس النواب دائما بأن جلالة الملك هو صمام الأعمال، دائما ما يتدخل لنصرة ودعم المواطن البحريني والحفاظ على مكتسباته. لا شك بأن هذا التوجيه أفلج صدور المواطنين وأفرحهم حقيقة، وتشكيل ما جاء على لسان معالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة من قبل المجلسين تنسيق التعاون مع الحكومة لدراسة المشروعين، وعدم وتوجيهات جلالته الصريحة والمباشرة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين والحفاظ على ذوي الدخل المحدود والمتوسط لهو يعني بادرة تستحق الإشادة والثناء.